السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثناء تجارب الأداء لقيب الجزيد GX 550 الجديد كليا موديل 2024، طبعا يأتي بفئتين، فئة مخصصة للأفرود وفئة بريميوم. هذه فئة الفول كامل، سيارة تأتي شبيهة بسيارة تويوتا لاند كروزر برادو، إضاءة أمامية LED دي ليد نهاري، ثلاث عدسات، مقاس العجلات 21 إنش. هذه فئة الأفرود. اللون الزيتي. لا تنسوا متابعي قناة توتا سيتي لإعجاب الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. انتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله. وشكرا لكم. نترككم مع بعض الصور.